السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم مع بعض عن فحص سي تي شولدر، وازاي ان احنا نقطعه بالشكل المظبوط، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة كالعادة لحد ان شاء الله ايه عملية الطباعة. تمام، هنبدأ نروح على البراوزر، هنفتح الفوليوم اللي احنا عايزينه. الشولدر عامة بناخد له ريكون سوفت وريكون بون في الأساس، يعني في الأول خالص بناخد ريكون سوفت وريكون بون عادي زي أي جوينت، وهنبدأ نشتغل على الشولدر مبدئيا كده. هنبدأ نحاول، أنا ممكن أبدأ أخطط، يعني ممكن أبدأ أحط التخطيط وأشتغل على طول، ولكن أنا هحاول نسهل الدنيا على بعض، إن احنا في ناس بتحب تظبط المحاور الأول، فاحنا هنشتغل بالمبدأ ده برضو، ونحاول نظبط المحاور اللي قدامنا دي على قد ما نقدر، بحيث ان احنا نطلع صورة شكلها مظبوط شوية. الفري مود لما بحررها بتديني الحرية في ان انا استخدم الخطوط دي. مبدئيا كده هنحاول نمشي الخطوط مع اتجاه الهيومرس بالشكل زي ده، عشان تفرد الهيومرس معايا بشكل كويس، ودي هتميل مع اتجاه الجوينت، وهنا برضو كذلك كده. بالنسبة لي اعتبر نوعا ما ظبطت الخطوط بتاعتي سريعة. هنبدأ نعرف التقطيع. احنا هنقطع اجزية سوفت وبون، يعني معظم المفاصل بنقطع على اجزية سوفت وبون، كورونال سوفت وبون، ساجيتال سوفت وبون. ده بعض الاماكن بتمشي بالنظام ده، في اماكن تاني لا، اللي هو على حسب نوع ما المشكلة اكتر. يعني مثلا اي فحص جوينت بيكون اساسا ليه اجزية سوفت وبون. بالنسبة للكورونال والساجيتال بيتحدد بناء على موقف الحالة وقتها. يعني مثلا لو مريض جالك بكسر شديد او حاجة مثلا في الهيد، في الهيومرس، مش عارف ايه، انت ممكن بدل ما تاخد مثلا كورونا سوفت، لا خد كورونا البون، بدل ما يبقى 15 صورة لا اعمل تجميع 29 صورة مثلا، تاخد اكبر عدد ممكن من القطس في ايه في منطقة الكسر. والساجيتال برضو بيكون كده. اما مثلا لو مريض جالك مثلا ليجن، مثلا هيماتوما شديدة، مثلا مش عارف ايه الحاجات اللي هي بتبقى مشكلة في الانسجة، ممكن نظبطها ان احنا ناخد سوفت معانا في الصورة، او ناخد السوفت اكتر. فاحنا المفروض هنعمل يعني حالة زي دي هنعمل لها اكزل سوفت وبون، وكرونال سوفت وبون، وساتل سوفت وبون. هنتعود على النظام اللي هو نعرف كل حاجة، وبعد كده على حسب نظام المكان اللي انت بتبقى موجود فيه بيقطع او بيشتغل، انت تشتغل. اهم حاجة تبقى انت عارف ازاي تقطع زواياك صح، وده المهم جدا اللي احنا بنحاول نوصله في الفيديوهات دي. مبدئيا كده هنبدأ هنقطع اكزل بون، هنقف على الكرونال وافتح التخطيط بالرينجز. هيبدا يظهر لي معايا الاكزيال بالشكل ده، بيظهر معايا اللي هو اللي زي عامل زي الايس كريم شيب كده، وبيظهر في نفس الوقت بيكون الشولدر اللي جوه فيه درجه من الميلان اوبليك كده، ما بيبقاش اللي هو مايل خالص لتحت، يعني مثلا ما بيبقاش مايل كده. تمام، ده بيبقى غلط. هو بيبقى طبيعي ان لما المريض بينام على ظهره مظبوط بتلاقي ان الشولدر جوينت نفسه جوه بيكون مقابل كده، عشان كده في الكورونال والساجيتال هيبقى ليه زاويه مختلفه عن الكورونال العادي. هنفتح التخطيط او هنثبت التخطيط ونخلي اتجاه التخطيط من فوق لتحت. في البون مثلا هقطع على 2 او 3 مللي بالكتير، وهخليهم 29 صوره. نعمل زومنج على الصوره هنا. لما بعمل زوم على الصوره هنا من الاول، بحيث لما اروح الفيلمنج بتفضل بنفس الريزوليوشن بتاعها بيبقى كويس قوي. طالما هي هعمل شولدر خلاص هعمل على قد منطقه الشولدر. ادي هبدا البدايه بتاعتها، هغطي، شايفين الكلافيكل، ادي نهايتها، ودي الاكروميون، ده الاي سي جوينت، اكروميو كلافيكولار جوينت. بغطي مثلا لحد كده وابدا من تحت بقى. ادي عندي منطقه الجوينت خلاص لحد دلوقتي متصل اهو، في الكورونا باينه معايا هنا. ابدا لحد ما غطيت الجوينت، وهبدا انزل لحد مثلا، انا كده غطيت منطقه الشولدر مع نص الاسكابيولا. طبعا لو هو في كسر في الاسكابيولا هغطي لحد الاخر، مفيش، انا كده اعتقد ان انا بالنسبه لي المنطقه كفايه، لان انا لو فتحت اكتر هيبقى يعني كلها صور تحت في الاسكابيولا هي اصلا كويسه. تمام، المريض مثلا بتبقى مشكلته مثلا كان عنده خلل سابق، مثلا عنده التهاب مثلا في الاربط، فالمنطقه اللي هي منطقه الجوينت نفسها اللي فيها مشكله، الاسكابيولا نفسها من تحت مفيش حاجه، فانا ما وسعش فيلد عشان ما اضيعش عدد يعني اخد اكبر عدد ممكن من القطس في المنطقه اللي انا بكون محتاجها كده. تمام، انا عملت الاكزل بتاعي، بدوس ستارت ونبعته على الفيلمنج. نروح على الفيلمنج، نظبط الفيلم اول باول عادي اهو. سيلكت اون سكسيدنج، شيل الجرافيكس واعمل زوم بتاعي. ده هيكون شكل الاكزيال
بون. الاكسل شفت هيكون نفس الفيلم بكل تفاصيله. انا ممكن اعمل حاجه يعني تسهل عليا لما كنت بكرر فحص زي كده، اللي هو مثلا انا عملت اكسل شفت اروح هو اعمله بون او العكس. باجي هنا انا خلاص كده عملت التخطيط ده وظبطته، هاجي هنا هسمي التخطيط ده باسم وليكن رقم اي رقم مثلا اي او اي حرف في الكيبورد مثلا وليكن جي، وادوس سيف. لما اروح على السوفت هرجع انا للنقطه دي وهجهز او وهجيب التخطيط، هيجي معايا دايركت جاهز من غير ما اقعد اخطط من جديد. ده بيوفر عليك وقت لما يكون عندك شغل كتير. انا مثلا عندي ضغط شغل وكده مش هقعد بقى اقطع كل شويه واعمل نفس الشغل ده، لا انا عملت كورونا طالما هو هاخده على نفس المريض يبقى هو بنفس كل حاجه، يبقى اسيفه بحيث لما اروح عند السوفت مثلا او البون لو انا بادئ بحاجه مختلفه هتروح ايه يا دوبك هتدوس على التخطيط اللي انت سيفته حرف زي جي كده، دوس في السهم تحت في الكيبورد هيجي لك دايركت التخطيط وتسيفه على طول، وهوريكم ده مع بعض. كده احنا عملنا الاكزيال، هنعمل بعد كده الكورونال والساجيتال. عشان زي ما احنا وقفنا هنا عشان نجيب اكزيال وقفنا على الكورونال، هنروح هنا على الاكزيال عشان نجيب كورونال او ساجيتال. هنفتح التخطيط هنا نطلع سنه بسيطه او ننزل اسف نجيب اللي هو الايس كريم شيب ده. انا هنا عندي ده الكورونال العادي، يعني انا كده ده الكورونال العادي اللي هو طبيعي لما تيجي تقف كورونال، انا كده كورونال للشولدر نفسه للانسجه بتاع الشولدر. انما جوه انا عندي الشولدر جوينت والاسكابيولا لا فيهم ابلكه مش ماشيين مع اتجاه التخطيط، شايف التخطيط اللي هو اللي ماشي موازي ليهم ولا عمودي عليهم، قاطع فيهم بطريقه غريبه. طب انا عشان امشي ده او اظبط الكورونال بتاعي انا المفروض امشي اتجاهي بيكون كده يعني من فوق لتحت بالطريقه دي. هتيجي عشان نوصل فعلا للنقطه دي هتلف اتجاه التخطيط ان انت شايف بتمشي مع اتجاه الاسكابيولا بالشكل ده كده، انت موازي ليها كده، انت بتفرد الشولدر جوينت والاسكابيولا بتظهر معاك بوضوح تمام، بتفرد صورتك بمعنى صح. ادي كده اهو، ادي عندي كده انا واقف بزاويتي مظبوط. هتبدأ مثلا لو الصورة بتاعتك مثلا فيها درجة ميلان أو حاجة هتظبطها. زي ما نحاول على قد ما نقدر نكون الايه الهيومرس ظاهرة معانا مفرودة بالشكل ده بحيث انه يبقى فعلا ظاهر الهيومرس مع الجلونية فوسة ظاهرة بوضوح جدا شايفها، وهي دي الفايدة ان انا ماشي معاها عشان اقدر تكون الجوينت مفروض معايا كويس واقدر اشوف لو في اي مشكله داخل الجوينت. انما لو انا ماشي كده كده الجوينت نفسه ما عادش ظاهر معايا بكامل، يعني في قط واحد بشكل كامل، في جزء بيكمل ويختفي ويكمل ويختفي، وده مش بيبقى ايه مش كويس. عشان كده بنعمل اللي هي الطريقه دي اللي هو بمشي مع اتجاه الايه الجوينت بالشكل ده تمام. هنجيب التخطيط من قدام لورا عادي، هبدا اغطي الشولدر الجوينت، انا كده غطيته مش لازم بقى اغطي الكليفيكال لحد بره، الكليفيكال سليم انا دي منطقه الشولدر خلاص. وادي ال الكورونا لحد ظهر الاسكابيولا، بجيب كده من ناحيه الظهر لحد ما اغطي الاسكابيولا بتاعتي. طبعا هنا القط ده ظاهر بكل تفاصيله والاسكابيولا غطيتها بالكامل. الكليفيكال كده كده كانت ظاهره معايا في الاكزيل فانا لو ما غطيتهاش في الكورونا مش مشكله، لان الكليفيكال بتبقى لقدام شويه فلو انا فتحت في الفيلد مش هيبقى كويس. هخليهم مثلا 29 صوره، الحاله دي مثلا هطبع لها بون كامل فيلم بون، فهسيب التخطيط ده زي ما اتفقنا. احنا اتفقنا مثلا كان جي، المره دي مثلا نخليه اتش وادوس سيف وادوس بعد كده ايه ستارت. كده انا عملت الكورونال بتاعي بشكل جميل، فردت الجوينت الهيومرس مفروضه كويس، ده الشكل اللي المفروض يظهر معايا في الكورونال شولدر. ابعت على الفيلمنج تروح تجهز الطباعه بتاعتك ويكون الريفرنس موجود عشان برضو يبقى معروف اتجاه التخطيط بتاعك ماشي، في بعض الاماكن بتشيل الريفرنس. وادي كده بالنسبه لي الايه التظبيطه بتاع الكورونال. هنبدا نروح بقى نعمل الايه السجدل. زي ما اتفقنا لو انا هعمل سجدل هيقف بالشكل ده، ده كده الطبيعي، ده السجدل العادي اللي هو المفروض انا كده ماشي سجدل، ولكن زي ما نلاحظ الخط ده مش ماشي مع اتجاه الجوينت اللي هو كده، فعشان برضو نمشيه هنضطر نعمل درجه ميلان. فالكورونال بيبقى كورونال اوبليك والساجيتال بيكون ساجيتال اوبليك. وهتيجي تمشي هتلاقي الشولدر اهو شايفين كده الهيومرس واقفه معانا مظبوط ازاي. هغطي شو الهيومرس لحد بره كده، نحاول ندخلها سنه بحيث ان هي تبقى ظاهره في قط واحد تظهر مع بعض وتختفي في وقت واحد، ما يبقاش اللي هو جزء بيظهر ويختفي،
قد ما اقدر بيكون جزء كامل منها ظاهر معايا بالشكل ده. طيب كده هغطي بدايتي اهو، وادي نهايتي عند الواي شيب، يعني زي كده ده الواي شيب بيظهر معاك كده. انا عملت اتجاه تخطيط كمان ليفت تو رايت زي ما احنا شايفين الواحد بره. هنقول ستارت كده، انا عملت السيجيتال بتاعي. يبقى انا الكورونال مشيت. هنسيف بقى، اسف قبل ما ننسى، هنسيف للسيجيتال مثلا جي، يعني هما التلات حروف ورا بعض خلاص، بحيث لما اروح للسوفت هقدر ان انا اجيب التخطيط ده دايركت على طول. هتيجي نبدأ ايه، نحرك مثلا التخطيط بتاعنا كده. احنا اتفقنا ان دي زاوية الكورونا اهو سهلة، يعني مش هيبقى كورونا ده كورونا عادي، لا انا هميل مع اتجاه الاسكابيولا والشولدر. هنا هبقى عمودي على الاسكابيولا والايه والشولدر جوينت، اللي هو هبقى ماشي مع اتجاه الايه الجوينت كده تحت القط الاصفر بالظبط. تمام خلاص، بعمل ده فين؟ باجي عند الايس كريم شيب، اللي هو الشكل اللي عامل زي الايس كريم ده، ايس كريم كده خلاص. وبنبدأ نغطي بدايتنا ونغطي نهايتنا زي ما اتفقنا كده. انا عملت اكزيال وكرونال وساجيتال بون. طيب انا زي ما اتفقنا، بما ان انا هكررهم مثلا تاني في السوفت عشان نشوف الانسجة وكده، كل اللي عليا ان انا هروح على السوفت هوريكم ازاي بقى ايه يبقى الموضوع اسرع. هقف على الكورونال بتاع عادي، هروح هنا هدوس على حرف الجي، دي اول حاجة اخترناها. في الكيبورد عندي الاربع اسهم اللي هما فوق تحت يمين شمال، هدوس على السهم اللي تحت. ايه اللي حصل؟ 2 29 نفس التخطيط. انا لو عايز بس مثلا هغير في السلايس، بما ان ده مثلا سوفت ممكن اخلي دي 3 بس، مش هغير اكتر من كده. وكده لو دوست ستارت كده ان التقطيع بتاعي جاهز، اجي بعته على الفيلمنج. انا كده خلصت الاجزية الايه سوفت. طب انا عايز اعمل مثلا الكرونال، هتيجي نازل سهم اللي بعده اللي هو الاتش، الكرونال اللي احنا كنا مظبطينه متسيف بكل تفاصيله. هتيجي احنا كده خلاص خلصنا الايه الكرونال، ابعت على الفيلم. تمام هنروح مثلا للاتش اللي بعدها مثلا اللي هو كان ايه جي، ادي السجدة. يبقى انت كده قدرت في ثواني تخلص تقطيع اللي هو ايه الشولدر، اللي هو مثلا احنا لو عملنا كرونال سوفت. طب الحاجات دي بنستخدمها في كتير، مثلا زي الحاجات اللي هي بيبقى في منها سوفت وبون نفس الحاجه، يعني مثلا نعمل كورونا سوفت وبون زي مثلا البتراس، بنسيف مثلا التخطيط بتاعها في الاكزيال ماشي. هاجي البون مش هقعد مثلا اقطع تاني بقى، وخاصه لما المريض كان مش نايم مظبوط قوي هقعد الف مع الزوايا ومش عارف ايه، لا اللي انا ظبطته في الاول هسيبه، بحيث لما اروح مثلا للسيكونس للفيز التاني، اسف، اللي هو مثلا الريكون التاني اللي هو ايه هنظبطه على طول، فهيجي معاك اسرع وينجزك في الشغل، وخاصة لما يكون عندك ضغط شغل في المكان. يبقى انت بتطلع شغل كويس وفي نفس الوقت سريع، وده اللي بيبقى مطلوب، ان انت بعد كده مع الوقت تطلع شغل كويس وكواليتي عالية وفي نفس الوقت بسرعة، بحيث انت لو عندك عدد حالات كتير او شغل كتير ما تتأخرش ايه في الطباعة او في الشغل، او يبقى عليك كومنت تأخير في الشغل. تمام كده خلصناهم. هنروح نفس التظبيطه اللي هو مثلا سيلكت اون سكسيدنج. طبعا لو هو السجتال هيكون الفورمات المفضله لي، بدل 5 في 6 الواحد اللي هخليه مثلا ايه 6 في 5، ده على افتراض ان انا ايه هطبع بالظبط الايه هطبع إيه اللي هو افلام كامله 29 صوره لكل ايه لكل ايه ريكول او كل مجموعه ام بي ار. دلوقتي الفورمه اللي هي بالطول خلاص، حاجة طويلة بقى استخدم لها فورمة بالطول، حاجة عريضة زي الكورونالات وكده لا استخدم لها فورمة ايه بالعرض. طيب انا دلوقتي لو انا كده هعمل في حالة لو هعمل سوفت كامل او بون كامل ايه لكل ايه في كل اتجاه، يعني كورونال او اجزاء او سيجتال سوفت وبون، انا عملت دلوقتي فيلم كامل لكل واحد. طب لا انا عايز اعمل تجميعة، يبقى انا من الاساس هنا لو هعمل تجميعة ما بين السوفت وبون، بدل ما دخلت دول 29 اخليهم بس 15 صورة، هيظهروا معاك 14 صورة كمان عشان نشيل واحدة، يبقى 14 والريفرنس 15 صورة سوفت، و14 صورة بالريفرنس يبقى 15 بون، ويبقوا تحت بعض فيلم واحد، وكذلك برضو الايه الكرونال. اتفقنا؟ طيب لو هنعمل 3D اخر حاجة، هنروح على ال VRT. طبعا انا كنت مسيفه، فالمفروض لما ادوس على الاتجاه ماشي كده تمام، هنعمله من جديد. لو انا فتحت المقص المفروض تظهر معايا التقطيع، ما عليك ما ظهرتش. هتبدا مثلا تستخدم روتيشن، ان انت مثلا عايز تقص الايه الشولدر جوينت، رجع الخطوط كلها، رجع كل شكل. لو انا دوست على هنا اللي هي ديفولت اورينتيشن، كل حاجه بترجع للاصل بتاعها كاتجاهات. شيل اللاينز ماشي،
انا دلوقتي شايف ان كده طريقة اقدر اقص منه. keep inside هيقص كل حاجة بره. نيجي بعد كده نروح على الأجزية العادي طالما كلهم واضحين معاك. keep inside كده انا قصيت كل حاجة عايزها. هروح على الريديال رينجز هيجيب لك دي كتظبيط كورونال. هتظبط انت عايز اول قط يظهر معاك ده او غيره، فبتدوس بتمسك الواحد وتخليه يلف معاك كده. اول قط هيظهر معايا هيكون ده، وتكمل الروتيشن بتاعتك وتختار عدد الصور اللي انت عايز تطبعها وليكن مثلا 9. تمام، اعمل الزوم بتاعك كده كويس من الاول عشان يبقى الريزولوشن حلو، واعمل ستارت. هيعمل لك مجموعة الام بي ار اللي هي للثري دي، وبكده نكون احنا خلصنا. تبعتها الفيلمينج وبكده نكون خلصنا فحص الشولدر بالكامل. عرفنا الاتجاهات التلاتة، عرفنا ازاي نسيف التخطيط. دي كان حاجة اعتقد ان قلتهاش قبل كده. بنسيف التخطيط ونسهل لنا طريقة الشغل، وفي نفس الوقت بنطلع زوايا مظبوطة، شغل شكله بيكون شيك. بتلاقي طب الفيلم نفسه يبقى شكله كويس وهو طالع، ده بيبقى مريح في التشخيص، والدكاترة بترتاح في الصورة، فده بيدل على الكواليتي اللي بتبقى طالعة من المكان اللي انت شغال فيه او الشغل اللي طالع باسمك. وده اللي بيبقى مطلوب انت كراجل شغال في المجال، لا يبقى لازم تطلع شغل كواليتي عالية. وشغل يعني زي ما بقول كده احسن من شغل تظبيط. الشغل يبقى شغلك طالع بشكل جميل مش اي شغل وخلاص. ده هيفرق معاك جدا، وهيفرق في التشخيص وهيوصل الدكتور لتشخيص كويس. فنتمنى ان احنا دايما في شغلنا نركز في نقطة ان احنا قبل ما نبدأ نشتغل فحص نكون عارفينه كويس ونشتغله بشكل صح. ولو مش عارفين حاجة بنسأل الناس اللي بتبقى اقدم مننا في المكان. نحاول دايما نتعلم من بعض، ده ما بيبقاش عيب او حاجة، لان هيبقى هتشيل ذنب المريض لو انت عملت فحص وانت مش واثق من شغلك او في حاجات في شغله ناقصاك. لا، حاول تسأل في كل معلومة ولو بسيطة جدا. لو حتى مثلا نفترض انت مش عارف فكرة ان انت ازاي تزوم كده وشايف ان هي حاجة ممكن تكون صغير انت تسأل عليها وتستقبل، لا اسأل قول لهم انا ازاي مثلا اعمل زوم كده على الفيلم. حاجات بسيطة، اي تكة ممكن تقف معاك في الجهاز اسأل عليها، لان انت فعلا هتحتاج تستفيد من كل امكانيات الجهاز. وده ان شاء الله يعني يسهلك بعد كده ان انت يبقى اسمك كويس في الشغل والناس تتكلم عن شغلك بشكل كويس من غير ما انت تتكلم. وده هيبقى دعاية ليك، وهتلاقي ناس فعلا بتحاول ان هي تطلبك حد يشتغل معاهم. وده المهم، انت عايز توصل ان انت بس تبقى ليك كارير او ان انت تشتغل في اماكن كويسة وكده. فطبيعي ده شغلك هو اللي هيسمع معاك ان انت حد بتشتغل كويس. يبقى ازاي؟ عن طريق انت شغلك اللي هو اللي بيتكلم عنك، شغلك بيطلع بشكل كويس وان شاء الله يعني هتلاقي فيه خير. معلش لو كنت قلت عليكم في الحتة دي، ولكن دي نقطة مهمة قوي كنت كان نفسي اتكلم فيها، ان احنا دايما نركز في شغلنا وان احنا نطلع قبل ما نفكر ان احنا نستعجل في الشغل ونشتغل نكون متعلمين كويس ونركز. اهم حاجة التركيز، ونتعلم ونغلط مرة اتنين بس يبقى احنا كتجربة زي ما احنا بنعمل مع بعض دلوقتي كده. طول ما انت عندك وقت تقدر تيجي تقعد على الجهاز لوحدك، اقعد واشتغل وقطع وجرب ووري للناس اللي انت مثلا استاذك او حد اللي معاك في المكان، وان شاء الله هتوصل لمرحلة كويسة في الشغل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.